السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هندسة اسمها اكسل بيم، بتدخل الموديل بتاع البيم وتقدر تشوف موديل البيم اثناء ما انت شغال في الاكسل، وهيفيدك في عمل حاجات كتير جدا منها الحصر. لو قلنا مثلا اخترنا حاجة زي ديت، ده مشروع بتشتغل فيه، فبيظهر معايا الموديل واقدر ان انا اخد المعلومات واعمل لها حصر هنا. يعني مثلا الاريا ديت عايز اخد الاريا، هقول له بيك فيس، اعلم عليها واسحب بالرايت كليك واحطها هنا واقول له موف، فيبدا يجيب لي الاريا دي قد ايه. دي مثلا الجزء دوت، اقول له بقى بيك فيس واعلم على الجزء اللي فوق وابدا اسحب واحط هنا، فيبدا يجيب لي الاريا بتاعتها. اقول له بيك فيس واعلم على دي وابدا اسحب واحط هنا، فيبدا يجيب لي المعلومات اللي انا عايزها. زي ما انت شايف بأشكال سهلة وبسيطة اقدر ان انا اعمل حصر للحاجات اللي انا عايزها هكذا. ممكن تيجي هنا تقول له الجزء دوت element، ممكن نقول له احنا مثلا عايزين بيك فيس للجزء دوت، تبدأ تسحب وفير يبدأ يجيب لك قد ايه، وتبدأ قدام كل حاجة تكتب التعريف بتاعها، ده مثلا السطح بتاع أنهي غرفة وهكذا. فبيبقى الموضوع سهل وبسيط إن أنت تعمل الحصر للموديل بتاعك.